عايز اقول لكم على حاجه، احنا بقالنا حوالي 8 سنين بنشتغل على امتداد الدوله المصريه، ومفيش مكان في مصر لم تصل اليه ايد التطوير والتنميه على امتداد من اول اسوان لغايه اسكندريه لغايه حدودنا مع لغايه السلوم. مفيش مكان في مصر اللي مفيش شغل بيتعمل لصالح اهلنا مواطني مصر يعني بالكامل. طيب واحنا شغالين في ده كان في خطه شغالين بيها وفي رؤيه للدوله تجاه شكل الدوله المصريه ومكانتها واقتصادها خلال العشر لغايه 2030. لكن خلي بالكم احنا تعرضنا لما يعني لازمتين، الازمتين دول احنا ما كناش سبب فيهم خالص. يعني الأزمة كورونا اللي كان ليها تأثير كبير جدا على العالم احنا مش السبب فيها، وحتى الحرب الروسية وأثرها احنا برضو كمصر يعني ما خدناش قرار ورطنا فيه الدولة المصرية، وبالتالي انعكاس ده هو يعني القرار الصعب او القرار الخطير او اي اجراء في عدم رشد من الدولة هو تسبب فيما نحن فيه.